مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، تنظيم داعش يتبنى الهجوم على الأكاديمية العسكرية في كابول الذي وقع فجر اليوم. السلطات الإيرانية تمنح إطلاق سراح مؤقت لمدة 4 أيام لأسباب إنسانية إلى باقر نمازي البالغ من العمر 81 عاما، وهو الأكبر سنا بين مجموعة من المواطنين الأمريكيين الموجودين في سجون إيران. السفير السعودي في اليمن محمد الجابر يقول إن السعودية قدمت منحا لليمن بمليارات الدولارات بهدف دعم الحكومة الشرعية، موضحا أن هناك خطة سعودية لليمن تتجاوز المساعدات إلى كافة المناح الأخرى. وزيرة العدل الفرنسية تؤكد أن باريس ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قتلوا في صفوف داعش يحاكمون في العراق وسوريا. في أخبارنا المنوعة، كوريا الشمالية تبني منتجعا في موقع لاختبار الصواريخ البالستية. 9 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 44 لمهرجان جمعية الفيلم في مصر. النجمة الأمريكية أنجلينا جولي تتفقد مخيم الزعتري في الأردن داعية مجلس الأمن إلى التحرك. فيلم الخيال العلمي الجديد Maze Runner The Death Cure يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع.